محافظة حجة تراوح مكانها في صدارة المحافظات اليمنية بمعاناة أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد، إذ تقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في آخر تقرير لها إن محافظة حجة أكثر المحافظات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. من الجانب الغذائي قد نشاهد أنه متوفر أغلبها، وجود الأبقار، وجود المواشي، وجود الذرة، ولكن الوعي، عدم الوعي الصحي هو من أوصل هذه المناطق، وخاصة عبس وبني قيس وأسلم. وأظهر مسحول لرصد الأمن الغذائي أن انتشار الجوع وسوء التنوع الغذائي واستهلاك الغذاء غير الكافي في محافظتي حجة والجوف كان أعلى نسبيا من بقية المحافظات، داعية لضرورة توسيع نطاق المساعدة الغذائية الإنسانية وتدخلات دعم سبل العيش في المحافظات الأكثر ضعفا بما فيها حجة والجوف. مظاهر الحروب التي تعرض له المنطقة المحافظة ككل أصبحت أقل يعني إنتاجا للزراعة، ولأنها تعتبر من أكثر المناطق الزراعية منطقة حجة، وهذا ما أصبح المزارع يعاني من قلة البذور، من قلة الإنتاج، من قلة التصدير. ورغم أن المحافظة بما فيها المناطق التهامية تعد واحدة من السلال الغذائية للبلاد بأراضيها الزراعية ووفرة الثروة الحيوانية، لكن ظروف الحرب والتدهور الاقتصادي والجهل والفقر أخذت المحافظة لتصدر انعدام الأمن الغذائي في عديد من المسوحات الميدانية للفاو. تتوقع تقارير أممية أن يزداد الوضع سوءا في النصف الثاني من العام الجاري في بلد يصنفه الأمم المتحدة بأحد أكثر المناطق انعداما في الأمن الغذائي، ما يضع حياة ملايين اليمنيين على المحك. محمد يوسف، قناة بلقيس، محافظة حجة.